السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل واحد القوى والمجال الكهربائي للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة 17. وضعت ثلاث شحنات نقطية في الهواء على المحور X، هذا معناه أنه الشحنات على استقامة واحدة كما في الشكل. إذن ريحني، أعطاني الشكل، بدرس الشكل. جد هذا الطلب مقدار القوة التي تؤثر في الشحنة 6 ميكرو كولوم. هو الرسم ما أعطاني أسماء الشحنات، أنا حطيتها، فلذلك أعطيت للشحنة الأولى Q1 وهذه Q2 وهذه Q3. Q3 هي الستة. إذن بدي أحسب مقدار القوة التي تؤثر على الشحنة Q3. كم قوة تؤثر على الشحنة Q3؟ قوتين. لماذا؟ لأن الشحنة Q3 تقع في مجال شحنتين هما Q1 وQ2. هلأ الخطوة الثانية برسم متجه القوتين. حرسم متجه القوة الأولى، هذه سميتها F1-3. هي عبارة عن القوة تأثير الشحنة واحد على الشحنة ثلاثة. وين الشحنة واحد؟ Q1 هذه هي موجبة. وين الشحنة Q3؟ هذه هي موجبة، موجب مع موجب تنافر. وهذا اللي خلاني أرسم متجه القوة F1-3 بهذا الاتجاه. هلأ برسم القوة الثانية اللي هي F2-3. F2-3 اللي هي هذه قوة تأثير الشحنة 2 على الشحنة 3. ليش رسمتها بهذا الاتجاه؟ الشحنة Q2 سالبة والشحنة Q3 موجبة، موجب مع سالب تجاذب، معناتها Q2 حتجذب Q3 باتجاهها، لذلك رسمت F2-3 في هذا الاتجاه. برجع بذكركم ليش رسمت المتجهي القوة على الشحنة Q3؟ لأن هو طلب القوة المؤثرة في الشحنة 6 اللي أنا أعطيتها الاسم Q3. لحد هون كله على الرسم. الحل سهل وبسيط، إذا قدرت أنت توصل لحد هون معناته أنت ممتاز. طيب هلأ علينا نحسب كل قوة من هذه القوة بتطبيق قانون أوم. حددت على الرسم المسافة R1-3، يعني بعد الشحنة الأولى عن الشحنة الثالثة، وبعوض هذه F1-3 تساوي لثابت كولوم في الشحنة الأولى في الشحنة رقم 3 على مربع البعد بينهما، يعني بين هذا وهذا، ومنعوض. فلاحظ شو عوضت R1-3؟ عبارة عن 2. ليش 2؟ لأن هون عبارة عن 1 وهون 1، مجموع 2، وحدة القياس سنتيمتر، أنا ضربت بعشرة أس سالب 2 من شان أحول للمتر، وهون ضربت بعشرة أس سالب 6 لشحنة لأنه أعطاني الشحنة بالميكرو كولوم، وكلمة ميكرو تعني عشرة أس سالب 6، وهي الجواب. نفس الطريقة بحسب الشحنة الثانية. الشحنة الثانية هي بعدها R2-3، لاحظ شو كتبت، F2-3 تساوي ثابت كولوم في Q2 في Q3 على R2-3 تربيع، ناسي أحط التربيع. شو معنات R2-3؟ هي بعد، البعد بين الشحنة هذه والشحنة هذه. R2-3 هي البعد بين Q2 وQ3. وين على الرسم؟ هي هنا. كم مقدارها؟ 1 سنتيمتر، لذلك عودت هنا بالواحد وضربت بعشرة أس سالب 2 منشان أحول للمتر، وما بنسى الميكرو معناه 10 أس سالب 6، وهي الجواب. لحد هون ما خلصنا، انت حسبت القوة الأولى والقوة الثانية، ترجع للشكل تنظر للمتجهين. شو المتجهين شو شكلهم؟ على استقامة واحدة لكن في اتجاهين متعاكسين، إذن لازم توجد محصلتهم. المحصلة القوى تساوي لا الجمع الاتجاهي للمتجهين،
أخذت سالب يعني المتجه F 2 3. ليش حطيت له سالب؟ لأن هو عم بيكون في اتجاه X السالب، والتاني زائد مين؟ F 1 3 هو في اتجاه X الموجب، لأن أخذتها بالموجب. شو طلع معي الجواب؟ طلع معي الجواب سالب. شو معنات السالب هذا؟ يعني المحصلة في اتجاه F 2 3 أي غربا. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة، وفي أمان الله. ولا تنسوا اللايك من شان تشجعوني وأقدر أستمر. في أمان الله.